That one has the big batteries. لقد زرت مؤخرا مدينة مسافرياطة الواقعة في الضفة الغربية، واستوقفتني حملة التطهير العرقي المستمرة منذ عقود في المنطقة، والتي ازدادت حدتها خلال السنة الماضية، حيث يهاجم المستوطنون القرى الفلسطينية بشكل متواصل. قبل زيارة هذه كنت أظن أنه نادراً ما يصدر العنف من المستوطنين، لكنني اكتشفت أنهم يهاجمون الفلسطينيين يومياً وفي عدة مناطق من الضفة الغربية، كما اكتشفت أن المستوطنين محميين من الجيش الإسرائيلي المجهز بأسلحة ممولة من قبل أمريكا. تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية بتدمير أي مبنى يحاول الفلسطينيون تشييده هناك بغية طردهم من المدينة وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الضفة بكاملها. كما تشن الإدارة الإسرائيلية حملة تطهير عرقي في الضفة الغربية من خلال تدمير الآبار والمدارس، حتى الحيوانات تتم سرقتها من طرف المستوطنين. ما بنقدر إنه نضلنا ساكتين، يعني صارنا سنة بجنسايد مش عم العالم مش عم بتحرك، فنقدرش نضلنا ساكتين. جينا هون نذكرهم إنه رح نضلنا الفلسطينيين رح يضلوا صامدين وإحنا رح نضلنا وراهم عبال ما يوقفوا هالحرب وفلسطين يصير حرة. إحنا بسبب فلسطين واللي عم بيصير في فلسطين ودعم هاي الدول الغربية للإبادة الجماعية في فلسطين، إحنا إن شاء الله كل يوم أمامهم ومظاهرات ما توقفت إلى وقف العدوان على إن شاء الله أهلنا في فلسطين. هلأ أنا رأيي كفلسطيني كعايش في أمريكا أكثر من 40 سنة إنه العدد التنازلي لنهاية الكيان الصهيوني ابتدأت. كل اللي علينا إنه بس فقط نضلنا صامدين.